بتميز وقدرات تركيز عالية وسرعة بديهة، ابتدى مشوار التفوق عند الطفلة زينب سعيد بحل العمليات الحسابية المعقدة. قدرت تحقق المركز الأول على مستوى سوريا بالحساب الذهني. 416 - 386 - 248 - 315 = 540. برغم صغر عمره إلا أنه القدرة كبيرة، ولنعرف كيف قدرت تحقق التميز لتكون نموذج لكثير من القدرات الشابة المتميزة بسوريا. تفاصيل مع زينب باستديو صباحنا غير.